الخير وأهلا بكم إلى برنامج كشك الصحافة من شبكة التلفزيون العربي الذي يأتيكم مباشرة من بيروت الساعة 7 بتوقيت غرينتش، معي أنا رويدة أبو عيد، ويرافقنا في هذه الجولة اليومية للصحافة العربية والدولية الكاتب والصحفي اللبناني أمين أموري. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. دخول حلب اتفاق الهدنة السورية هو الخبر الأبرز في الصحف العربية التي تناولت أيضا تصريحات لافتة للافراف عن الأسد، كما برزت أزمة الصحفيين والسلطة في مصر وتطورات المشاورات اليمنية. صحف غربية تحدثت عن وضع المسلمين في أمريكا بعد فوز دونالد ترامب الذي بات ترشيحه المفترض يهدد بانقسام الجمهوريين. وفي أبرز عناوين الصحف العربية، صحيفة العرب الجديد: صحفيو مصر يكسرون الطوق 18 شعارا ضد السلطة. صحيفة القدس العربي: تركيا مستعدة لإرسال قوات إلى سوريا ومعارك حول حلب ودمشق. لافراف لا يعتبر الأسد حليفا وكيري يحذره من عواقب عدم التزام الهدنة. صحيفة الوطن العمانية: اليمن الفرقاء يستأنفون محادثاتهم بالكويت، والأمم المتحدة ترى القاعدة تهديدا للنقل البحري. صحيفة الحياة: الأسطول الخامس يحتفظ بحق الدفاع عن النفس، طهران تهدد بإغلاق هرمز أمام سفن أمريكا وحلفائها. صحيفة المدى العراقية: البرلمان مهدد بالتجميد لعدة أشهر، والكتل تطالب بضمانات لعدم تكرار الاقتحام. صحيفة السبيل الأردنية: تشييع شهيد قلنديا وقصف مدفعي على غزة. استؤنفت أمس المشاورات اليمنية في الكويت بعد توقفها 3 أيام على وقع خروقات الهدنة والتصعيد الميداني. عاد الوفد الحكومي بعد وساطة أممية وخليجية مكثفة، إلا أن الخلاف على جدول الأعمال والأولويات ما زال قائما. الصحف العربية ركزت على التطورات الأخيرة المتمثلة برفض الحوثيين للرؤية الأممية للحل التي تجمع بحسب المبعوث الأممي بين رؤيتي الوفد الحكومي ووفد الحوثي وصالح. إذا أستاذ أمين، يعني إذا كانت هذه الرؤية فعلا تجمع بين الوفدين وبين رؤية الوفدين، لماذا رفضها وفد الحوثي، وماذا يعني هذا الرفض الآن؟ ما هي الخيارات الأخرى المطروحة؟ يعني لا أحد يتوقع أن تكون المفاوضات سهلة، وخصوصا في ظل التعقيد الكبير الذي يشهده اليمن، خصوصا في بعدما تحولت القضية إلى، لم تعد القضية قضية يمنية بل تحولت إلى قضية إقليمية دولية، وتشارك في متنها التفاوضية دول عدة. طبعا بالنسبة للطرف الحوثي، هو يعتبر أنه اليوم بوجود السلاح معه، بوجوده في صنعاء، يعتبر أنه يمسك بالورقة الأقوى، فبالتالي من الصعوبة بمكان أن يتخلى عن هذه الورقة في هذه اللحظة بالذات. لذلك يحاول أن يأخذ قدر المستطاع من تنازلات سياسية حتى يتنازل عن هذا الموضوع، لا سيما أن المعركة وأن الميدان هو شديد التأثير في كل المفاوضات، يعني لما يجري في اليمن مثل ما يجري في أي مكان آخر. والتحالف حتى الآن صحيح أنه حقق تقدم كبير، لكن نحو النقطة الأساس والتي هي العاصمة من صنعاء، لا تزال هذه المدينة في يد تحالف الحوثي علي عبد الله صالح، فبالتالي نعم. هذه الورقة يعتبر الحوثيين وحلفائهم أن هذه الورقة ورقة قوة لا يتخلوا عنها بسهولة. يعني ولكن يعني بخصوص رؤية ولد الشيخ أحمد، تقول بأنه هي ستبدأ الأمور بالانسحاب وتسليم الأسلحة، وستنتهي بإجراء انتخابات وتسليم السلطة للرئيس المنتخب. إذا كيف اختلفت هذه الرؤية عن رؤية الحكومة وما تطالب به الحكومة اليوم؟ يعني حتى نلاحظ اليوم أن حتى الأولويات في المفاوضات تغيرت، يعني بدل مثلا من أن كان يجب أن يكون الحديث حول مثلا فلذلك باعتقادي أن الأمور السياسية في هذا المحل تحتاج إلى المزيد من الوقت، تحتاج إلى المزيد من الضغوطات، تحتاج إلى المزيد من الاستيعاب إذا صح التعبير. لكن بتقديري الشخصي،
أن قوة الدفع خلف المفاوضات لا تزال كبيرة. يعني هناك حاجة لدى الطرفين بأن تقف هذه الحرب المجنونة التي دمرت اليمن، للقوى الإقليمية مطلحة في هذا الأمر، الأمم المتحدة تدفع بكل قواها في هذا الاتجاه، وعلينا أن لا ننسى الكويت وهي دولة المفاوضات تجري لديها ولديها خبرة كبيرة في الشأن اليمني. سبق للكويتيين أن رعوا مفاوضات الوحدة الأساسية بين الشمال والجنوب في فترات سابقة، وبالتالي سيسعون بقدر الإمكان لتدوير الزوايا ولتقريب وجهات النظر من أجل التوصل إلى حل، لكن لا أحد ينتظر بين ليلة وضحاها أن يكون الحل جاهز. سنتابع أكثر في هذه النقطة أستاذ أمين، ولكن سننتقل الآن إلى تقرير يظهر أبرز ما ورد من تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي حول محادثات اليمن في الكويت. يعني أستاذ أمين، بين مد وجزر وبين متشائم ويعني متفائل، تظل المشاورات اليمنية اليوم مستمرة ورهن يعني تحقيق بعض الخروقات بين الأطراف. موقع الميدل إيست آي ذكر بالنقاط الخمس في قرار الأمم المتحدة حول انسحاب الميليشيات، تسليم الأسلحة الثقيلة، استعادة مؤسسات الدولة، استئناف الحوار السياسي الشامل، وإنشاء لجنة للسجناء والمعتقلين. يقول الموقع المشكلة ليست في هذه النقاط نفسها والتي سبق أن وافق عليها الوفدان، ولكن في كيفية تنفيذها، ما إذا كان ينبغي أن يتم ذلك بشكل متتالي أو كل الخطوات دفعة واحدة مع العملية السياسية. طريقة حل هذا المأزق ستكشف من الفائز والخاسر في هذا الصراع. هل توافق بأنه سيكون هناك فائز أو خاسر؟ يعني إذا كان هناك فائز أو خاسر، أنا أعتقد أن المسألة لن تحل. يعني لا أعتقد أنه في ظل التوازنات القائمة اليوم الميدانية يمكن أن نتحدث عن فائز وخاسر. يعني لا أعتقد أن الطرف الذي يسيطر اليوم على صنعاء وعلى جزء كبير من الأرض اليمنية رغم كل الضغوط الكبيرة التي تمارس عليه أنه سيجد أنه مضطر للتخلي عن كل شيء. لذلك التسوية يجب أن تكون تسوية عادلة، أي تسوية يمكن مثل في سوريا مثل في أي مكان آخر يجب أن تأخذ في الاعتبار مصالح المكونات ومصالح الدول الإقليمية. ولكن طالما تم الاتفاق على هذه البنود، يعني ما الخلاف الآن على الترتيب؟ الخلاف على نقطة بسيطة هي السلاح. طبعا السلاح، بس لكن السلاح له معنى آخر، بمعنى أن لمن سنسلم هذا السلاح. يعني الحوثي يقول أنني أريد أن أسلم السلاح، طبعا هو لا يريد أن يسلم السلاح لأسباب عدة، يعرف أن السلاح هي ورقة القوة الأساسية الموجودة لديه، وصنعاء هي ورقة القوة الموجودة لديه، فبالتالي هو يقول أنا لا أسلم السلاح إلا بعد تأليف حكومة وحدة وطنية يشترك فيها الجميع. لكن اليوم الطرف الآخر يقول كيف ننشئ حكومة وحدة وطنية والسلاح لا يزال في طرف، وأيضا آخر. يعني وفد الحكومة يقول أنه نحن لا نريد أن نعيد تكرار ما حصل خلال الحوار الوطني، أنه كان السلاح بيد الحوثيين وتم الاتفاق على كل شيء وبعد ذلك تم الانقلاب من قبل الحوثيين على مجريات الحوار الوطني. كان من الأفضل مثلا للأمم المتحدة أو شيء من هذا القبيل، لكن هذا يعني بمعنى أن يكون هناك قوة دولية حقيقية تتسلم السلاح، لكن هذا
من شأنه أن يعزز التدخل الخارجي مرة أخرى. لذلك الاتفاق يجب أن يكون يمني، ويجب أن يكون أيضا مرتبط بالميدان. لذلك أعتقد أن أي من الطرفين لم يكف ولا أي لحظة عن مواصلة القتال حتى في ضد المفاوضات. يعني الحوثيين دخلوا معسكر العمالقة، أعتقد التحالف مستمر في القصف وفي غاراته الجوية. ولعل أيضا الحوثي يحاول اليوم أن يمنع أو أن يوقف الغارات مقابل تقديم تنازلات شكلية في موضوع السلاح. لكن أي عملية لتسليم السلاح باعتقادي لا يمكن إلا أن يسبقها عملية سياسية واضحة المعالم تعطي لكل الأطراف اليمنيين ما يستحقونه. في هذا ما يجري الآن في الكويت وما تحاول الجهود الدولية والجهود العربية لفعله. يعني ولد الشيخ أحمد قدم رؤية محاولة لتقريب وجهات النظر والخلاف لحل الخلاف على الأولويات بين الطرفين، ولكن موقع الخليج أونلاين يعني ينتقد الفصل بين المسار السياسي في رؤية ولد الشيخ أحمد وبين المسار الميداني. يقول الموقع: مراقبون وخبراء أبدوا دهشتهم لبيان ولد الشيخ أحمد حول تحييد المسار السياسي عن المسار الميداني، مؤكدين أن لا قيمة للمسار السياسي إن انفصل عن الميداني في ظل تزايد العنف الحوثي والاعتداء على مخازن الجيش والاستيلاء على أسلحتهم دون اعتبار لقرار أمني، خاصة أنه لا يوجد رادع يمنعهم من التوقف عن المزيد من الانتهاكات. كما قلنا، من وجهة النظر الحوثية، ما الذي يدفعني يعني أو يدفع الحوثيين أن يقدموا للطرف الآخر ما كسبوه بالقوة، ما كسبوه بالحرب؟ لماذا يقدموا تنازلات على طاولة المفاوضات؟ صحيح، لكن يعني أيضا كان للحوثيين أو للطرف الآخر حجة أن هناك خوف من أن يستلم هذا السلاح أو أن يقع هذا السلاح أو أن تأخذ المدن القوات المتطرفة في القاعدة والإرهاب الموجود في القاعدة. أعتقد أن الدولة اليمنية استطاعت أن تحقق شيء في هذا المجال بعد الحديث عن معارك المكلة وإخراج القاعدة منها، فبالتالي هذه حجة ربما تكون سحب لذريعة، لكن طبعا هذه لا تكفي. يعني أنت تعتقد أن ما جرى الوسيط الدولي يحاول قدر الإمكان الفصل المنهجي. طبعا لا يمكن الفصل بين المسألة الميدانية والمسألة السياسية، لكن هناك فصل منهجي. دعنا نتفاوض في السياسة وننتظر ماذا يجري في الميدان، والكل يعلم تماما أن كل الأفرقاء في على الأرض كل منهما يحاول أن يحسن شروط التفاوض لمصلحته. فبالتالي إذا أجرينا فصل منهجي في المفاوضات يمكن أن تسهل الأمور. إذا تواصل يعني الحوار والسجال ربما يخفف من حدة الاحتقان في الداخل. الغاية الأساسية من وراء طلب الأممي من وراء ذلك أنا أعتقد أن جعل الأطراف اليمنيين يتحدثون مباشرة. صحيح أننا نتقاتل على الأرض، لكن هذا لا يمنع أن يكون هناك حوار، وبحد ذاته هذا الحوار هو إيجابي. طبعا للطرف الآخر، للطرف الحكومي، يعتبر أن هذا مضي على الوقت. الحوثي يستفيد قدر الامكان من ذلك لاعاده تحسين مواقعه ولاعاده تحسين. ولكن ذكرت يعني نقطه مهمه لا اريد تفويتها، ربطت بين الحمله على القاعده في حضرموت وبين المشاورات، هناك ربط برايك؟ طبعا في توقيت الحمله مساله يعني الدخول الى مكلا كان هناك غايه اساسيه منها. الكل يخشى من موضوع القاعدة في اليمن، فهذه الخشية صارت خشية عالمية. اليوم نتحدث عن خوف ليست جديدة اليوم في لكن يعني أحد أسباب دفع المتقاتلين في اليمن إلى الذهاب إلى طاولة المفاوضات هو الخوف من التنامي الكبير لظاهرة القاعدة في اليمن. هذه الظاهرة تكاد تبتلع كل شيء في اليمن، استفادت من المعارك الجارية، استفادت من الشحن الطائفي، استفادت من السلاح الذي بقي في الشارع، وصارت قوة مخيفة ومرعبة، وأيضا ربما لإثبات الشرعية أنها ما زالت تستطيع حماية أمن اليمن. فبالتالي أننا نوجه رسالة لأمريكا بأن شريك فاعل ضد الإرهاب، ولا نزال نقاتل ضد الإرهاب، وبالتالي لا يستطيع الطرف الآخر الحوثي وعلي عبد الله صالح أن يتزرع بالقاعدة للقول أن الخطر لا يزال داهم. وبالتالي هذه على العموم علي عبد الله صالح كان دائما يتذرع بالقاعدة، يعني هذه حجته التي لعبة الباب الدوار، يعني كان يخرجهم من باب ويدخلهم من باب آخر. يعني أحد أسباب هذه القوة الموجودة للقاعدة هي سياسات علي عبد
الله صالح وسياسات من كان يتولى الجنوب وغيره من المناطق اليمنية يعني. نعم. نصر طه في الحياة قال من الصعب التنبؤ بتطورات الموقف في ظل تأني الوفد الحكومي المعتاد في ردود فعله على الانتهاكات والاستفزازات نتيجة حرصه على تعزيز فرص السلام ونجاح مشاورات الكويت، بينما لا يتوقع من الطرف الآخر التراجع عن قراره بالسيطرة على لواء العمالقة إلا في حدود شكلية تكتيكية لا أكثر كما هي عادته. يعني لواء العمالقة لم يسيطر عليه الحوثيون في الحرب، سيطروا عليه في الهدنة اليوم، وكان هذا استفزاز كبير أدى إلى انسحاب وفد الحكومة. على العموم الجميع يعني الطرفان يتبادلان اتهامات بانتهاكات الهدنة. اليوم هناك لجنة للتحقيق في هذه الانتهاكات، هل فعلا ستتوقف برأيك؟ هذا ما كنا نتحدث عنه في البداية، يعني بدلا من الدخول أن يدخل الطرفان في عمق المسألة السياسية للبحث في هذه المواضيع يتلهون اليوم بمسألة من يخرق الهدنة، وبدلا من إقامة مثلا لجنة لبحث موضوع السلاح، لبحث المسألة الإنسانية، لبحث المسألة المتعلقة بالانتخابات وما إلى ذلك، نراهم يصرفون كل الوقت على من يتحمل مسؤولية خرق الهدنة وكيف يمكن ضبط هذه الهدنة. فبالتالي هناك إضاعة للوقت لا تصب أبدا في مصلحة، وليس هناك جدول زمني لهذه المفاوضات. سأسألك عن خطورة ذلك أستاذ أمين، ولكن بعد الفاصل. نتوقف مع فاصل قصير مشاهدينا ثم نتابع، ابقوا معنا لو سمحتم. أهلا بكم من جديد في برنامج كشك الصحافة، نرحب مجددا بضيفنا الكاتب والصحفي اللبناني أمين أموري. أهلا وسهلا بك أستاذ أمين. ما هي خطورة أن تكون المفاوضات بلا سقف زمني، يعني لا نهاية لها ولا جدول لها؟ طبعا يعني كان من الأفضل أن يكون هناك جدول زمني وتحديد مراحل. يعني نجد اليوم في المفاوضات السورية أن الأهم فيها هو تحديد الجدول الزمني، واعتبرت في هذا الإطار أنها من أفضل الخطط لحل أزمة، لكن حتى الآن في سوريا هذا الجدول الزمني لا يوجد أي مؤشر للالتزام به. ربما المبعوث الدولي أو ربما الأمم المتحدة التي ترعى هذه المفاوضات أو حتى الطرف الخليجي الذي يرعى هذه المفاوضات يجد أنه قبل الدخول في مسألة الجدول الزمني الذي يتطلب نقاش كبير هو الاتفاق على جوهر المبادئ، وهذا ما يجري اليوم، تنطب الجهود في إطار التوصل إليه، بمعنى أن هناك ورقتي عمل أو أكثر من ورقة عمل نحاول قدر الإمكان أن نجمع بينهما لإطلاق البداية، لإطلاق صفرة الانطلاق لهذه المفاوضات، ومن ثم ربما يصير من السهل وضع جدول زمني. طبعا باعتقادي أنه إذا لم يكن هناك جدول زمني معنى ذلك أن المفاوضات لا تزال معلقة في الفضاء، ليس هناك إشارة إلى بدء فعلي بهذه العملية. في مقال لحضرتك اليوم في النهار المخاض العسير لولادة اليمن الجديد، قلت في الواقع أن الملف اليمني قد دخل فعلا مرحلة جديدة تماما، الأولوية فيها للدبلوماسية التي يقودها المبعوث الدولي لليمن. مع ذلك فمشاورات السلام اليمنية في الكويت ليست سهلة، بل ستواجه أياما صعبة، وهذا الوصف خرج من مطبخ المفاوضات نفسها، حيث لمس ولد الشيخ أحمد مدى التفاصيل الدقيقة التي يصر الأطراف اليمنيون على مناقشتها، وتمثل في حد ذاتها ألغاما يمكن أن تنسف المفاوضات أو تجمدها في أحسن الأحوال. بهذه التفاصيل تقصد الالتهاء بالهدنة طبعا لا مثلا تفاصيل السلاح طبعا هذه نقطة أساسية. طبعا الموضوع الإنساني، السلاح ليس هذا موضوع كبير جدا وخطير. طبعا الموضوع الثالث هو من يتحمل المسؤولية، لأن إذا اتهمنا طرفا ما وخصوصا دولة أقليمية بأنها تتحمل المسؤولية عن هذه الحرب، كل يعرف أن ذلك يترتب عليه مسائل قانونية وسياسية كبيرة في المرحلة المقبلة، وهذه نقطة حساسة جدا. لا أعتقد أن أي من الأطراف وخصوصا الأطراف الراعية لا تريد الاقتراب منها. طبعا إلى مسألة شكل الحكم كيف يمكن أن يكون، في التعليقات تحدثوا عن شيء يشبه اتفاق الطائف اللبناني، وللأسف هذا الشكل بالمعنى رعاية المكونات ضمن محاصصة طائفية أو إثنية أو ما يشبه ذلك رأيناه في العراق، رأيناه يجري الحديث عنه في سوريا، الخوف أن يكرس أيضا في اليمن. هذا لا يؤسس لبناء دولة. فكل هذه المسائل المجتمعة من شأنها أن تكون عوائق، لكن هذا لا يلغي
أن هناك أطراف عدة تضغط باتجاه إنهاء هذا الملف الخطير. كيف نفهم هذا الضغط الخليجي أستاذ أمين؟ قبل الضغط الخليجي هناك ضغط أمريكي. الولايات المتحدة الأمريكية الرئيس أوباما يريد وضع كل الملفات الساخنة على سكة الحل قبل الخروج من هذا كان واضح في زيارته الأخيرة إلى السعودية. مسألة القتل والعمليات نزف الدم أثارت نوع من التساؤلات الكبيرة لدى الرأي العام الأوروبي والغربي، ونسمع التصاريح البريطانية حول هذه المسألة، مسألة السلاح، كل ذلك تشكل لدى الرأي العام الغربي نوع من الضغط على الحكومات من أجل التدخل في الموضوع اليمني. بالنسبة لروسيا المعنية أيضا بهذه الملفات، ربما تربط ما بين، هي حتما تربط ما بين الملف السوري وما بين الملف اليمني، فلذلك لا تمانع من تهدئة في اليمن تصب في اتجاه ما تفعله من في تسوية في منطقة أخرى على الصعيد الخليجي. الدول الخليجية حتما معنية بما يجري في اليمن، فهذا جزء لا يتجزأ من المسألة اليمنية، ولا يمكن أن ترى اليمن يتفتت بهذه الطريقة، لأن الترتيبات، لأن انعكاساته ستكون خطيرة على الخليج، لكن من دون السقوط في فخ ترك اليمن لقوة أقليمية يعتبرها البعض خصم وهي إيران. فكل هذه المسائل تجعل من الجميع مهتمون بشكل فاعل للتوصل إلى تسوية، لكن دون هذه التسوية عقبة. على العموم موقع عدن حرة كان أكثر تشاؤما بخصوص المفاوضات، وقال الموقع: مسكين المبعوث الدولي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، كان أمله أن يحقق نجاحا عمليا في مساعيه التفاوضية بالكويت بين مراكز القوى القبلية والعسكرية والطائفية والإرهابية المتناحرة باليمن، وكان يتوقع بأن الفرصة سانحة لديه لإمكانية ترويض تلك التحالفات العدوانية باليمن، خصوصا وأن دولة الكويت هي الراعية والمستضيفة لذلك التفاوض العبثي. وبالرغم من صبره ورباطة جأشه التي تحلى بها وقدرته على المراوغة في مواجهة عنجهية المواقف والتصرفات الفوضوية بين ممثلي تحالفات طرفي التفاوض المتحاربة، إلا أن كل ما كان يأمله ويتوقعه ذهب أدراج الريح. ما الذي باستطاعته أن يفعله يعني ولد الشيخ؟ يعني من يعرف اليمن، يعني على الخريطة شديدة التعقيد، الكل يتحدث عن حرب في اليمن، لكن من يعرف اليمن تماما، هناك حروب في اليمن وليس حرب واحدة. هناك مشكلة المكونات، هناك مشكلة الدور الإقليمي، هناك مشكلة الشمال والجنوب، هناك مشكلة الشمال والشمال، هناك مشكلة الجنوب والجنوب، هناك مشكلة القبائل، هناك برزت الآن المشكلة الطائفية، مشكلة القاعدة والتطرف هي مشاكل كبيرة، وهناك حرب تخاض في شأن هذا الموضوع. فبالتالي تنوع أشكال التنوع الكبير في اليمن من كل الجغرافي والإثني والثقافي يعكس أيضا تنوع حروب كبيرة في هذه المسألة. فبالتالي إذا حاولنا فك كل من هذه العقد واحدة واحدة، كل منها تفتح على عقدة أخرى، فحتما الملف اليمني شائك ومعقد وليس من سهل حله. وحتى ولو حصلت تسوية الآن، مضاعفات هذه التسوية أعتقد أنها ستستمر لفترة قليلة، لكن المطلوب اليوم شيء واحد، هو وقف النزف في هذا البلد، وقف إهدار الدم في صفوف هذا الشعب المسكين الذي أصلا لا يملك شيء، وأتت الحرب لتستكمل على الباقي. فاليوم الهم الأساسي هو كيف يمكن أن نجد وسيلة لوقف هذه الحرب. لكن اليوم ما هو الخيار البديل لولد الشيخ أحمد بعد رفض الحوثيين؟ أنا الرؤية يعني هناك رؤية أخرى سيستمر. هناك تفويض له كبير بأن تستمر هذه المفاوضات. لا أحد يتوقع أن هذه المفاوضات ستتوج باتفاق سلام بين ليلى وضحاها. هذه المسألة أعتقد أنها ستستمر، لأن لدى المبعوث الدولي والمبعوث الأممي نوع من التفويض الكبير في هذه المسألة، لكن هذا لا يلغي أنه ربما يأتي يوم ويقول أنا عاجز عن أن أكمل المهمة كما حدث مع سلفي. فالمسألة ليست مسألة بسيطة أو سهلة. سأنتقل الآن إلى أبرز ما جاء من كاريكاتير حول هذا الموضوع.
تعليقك أستاذ؟ أتوقف عند الكاريكاتير الأخيرة، الإرهاب الذي يأكل اليمن. أعتقد أن القول أن الإرهاب يأكل اليمن لا يتحمل مسؤوليتها، المسؤولية لا تقع فقط على اليمنيين، الكل مسؤول عن هذا الآفة التي وصلت إلى هنا. الفقر مسؤول عن هذه الآفة التي وصلت هنا. إهمال اليمن هو الذي أوصل اليمن إلى هذه الحالة. لذلك ليس مطلوب فقط من اليمنيين حل هذه المشكلة، مطلوب تضافر القوى الدولية والإقليمية من أجل إيجاد حل لهذا الموضوع، لأنه إذا أفلت من اليمن ربما سيغير كل وجه هذه المنطقة، وهذه منطقة حساسة للاقتصاد العالمي، هذه منطقة حساسة للمواصلات ولكل طرق الامدادات. نعم، وستنعكس طبعا يعني أي انتكاسة في اليمن على أيضا دول الجوار المحيطة. أتحدث عن كل منطقة في خطر بسبب هذا الإرهاب الذي ترك يأخذ مداه إلى أقصى حدود، واليوم تجري بالحروب الطائفية عملية تغذيته وتقويته. أستاذ أمين أموري، شكرا لك على كل المعلومات التي أفدتنا بها. شكرا لكم مشاهدينا لحسن المتابعة. وصلنا لنهاية حلقة اليوم من كشك الصحافة. زوروا موقعنا على الإنترنت العربي .tv، كما بإمكانكم إبداء آرائكم ومقترحاتكم على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.